أود أني أبدأ وأفتح كلمتي يمكن إلهام جاني من كلمة معالي رئيس الحكومة ومعالي الوزيرة أيضا. ما هو بغريب اختيار المملكة المغربية كالدولة الأولى لعقد مؤتمر جايتكس الدولي، فالمغرب مثال يحتذى به ومصدر فخر للعرب والمسلمين والأفريقيين أيضا في مجال التكنولوجيا، في مجال الرياضة، وفي مجال الاقتصاد وغيرها. وأود أيضا أن أقول وأكرر ديما مغرب. كما أخص بالشكر معالي وزيرة الانتقال الرقمي والإصلاح وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح فعاليات جايتكس أفريكا 2023، النسخة الأولى من نوعها التي تنظم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية جايتكس. نلتقي لنحتفي معا بشراكة مثمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، شراكة رسختها البلدان بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. وتواصل حكومة دولة الإمارات توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنميتها وتطويرها وصولاً إلى آفاق أوسع للعمل الهادف لضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات وجميع البلدان. واليوم نحتفي بثمرة واعدة للشراكة الإيجابية بإطلاق هذه النسخة الأفريقية الطموحة لمعرض جايتكس التي تعكس توجيهات وتوجهات العالم في مجال التطور التكنولوجيا. انطلاقا من أفريقيا القارة الواعدة بشبابها وطاقتها البشرية الزاخرة بالإمكانيات الكامنة للمستقبل، ينطلق جايتكس أفريقيا ليكون الملتقى الأكبر من نوعه للتكنولوجيا والشركات الناشئة بأفريقيا، ليحتضن على مدار 3 أيام الرواج في مجال التكنولوجيا من قرابة 100 دولة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، يمثل انطلاق هذا الحدث العالمي الضخم مصدر فخر لنا جميعاً، ونتطلع لتعزيز الشراكات المثمرة من القارة الأفريقية لمواصلة البناء على هذا الإنجاز وتوسيع مجالات التعاون التكنولوجي والرقمي بما يعود بالخير والازدهار على شعوب القارة. وأود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من كان له من إسهام في إخراج هذا الحدث العالمي إلى النور وتقديمه بأفضل صورة بما يعكس الصورة المشرفة والمشرقة للمملكة المغربية الشقيقة وقارة أفريقيا ككل. كما أشكر الأشقاء والأصدقاء في أفريقيا والعالم لثقتهم في جايتكس وإدراكهم لدوره المهم في دعم تطوير رؤية الاقتصاد الرقمي الخاصة بأفريقيا. الحضور الكريم، المستقبل رقمي وبناؤه يتركز على التكنولوجيا وابتكاره والاستثمار في الإنسان وفي الابتكار وفي بناء الحلول الاستباقية التي تستفيد من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي. وقارة أفريقيا بتنوع مواردها وإمكانياتها البشرية تبشر بفرص واعدة للمستقبل، ونطمح أن يكون جايتكس أفريقيا محفزاً لهذا من خلال ما يوفره من منصة لرواد الأعمال وأيضاً منصة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي. تضم أفريقيا 18% من سكان العالم، ومع التوقعات العالمية بنمو سوق التكنولوجيا وتضاعف قيمته من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، فإن القارة الأفريقية أمام فرص كبيرة لتسريع التطور والتحول الرقمي في مختلف المجالات، مدعومة بشبابها الذين يمثلون النسبة الأكبر من السكان.
واليوم نتطلع من جايتكس أفريقيا 2023 ليكون حدثاً ملهماً لصناعة مستقبل القارة، وليكون خط بداية لمسيرة جديدة عنوانها حان الوقت لبناء مستقبل أفريقيا. أشكركم جميعاً على مشاركتنا هذه اللحظة التاريخية، وتطلع للعمل معكم جميعاً لتشكيل ملامح مستقبل مزدهر مشرق تقوده سواعد شابة برؤى طموحة وشغف كبير بصنع فارق إيجابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.